يقول: أرجو تقديم نصيحة للوالدين بالتوبة من الذنوب والدعاء بالخير لأولادهم. يعني نصيحة للوالدين ولغير الوالدين، لجميع الناس، كلنا يجب علينا أن نتوب، والله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا فلاح إلا مع التوبة لكل المؤمنين، ليس خاصا بالوالدين ولا الأولاد، بل لجميع المسلمين. بل الله تبارك وتعالى في هذه الآية يخاطب المهاجرين والأنصار، فهي آية مدنية في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالجميع يجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر من ذنوبه. نسأل الله لنا ولكم العافية.